وش اللي وداك الجزائر في ذاك الوقت؟ أنت رحت الجزائر وكدت أن تموت، صح؟ ثم رحلت فرنسا بعدها، وحتى كان هذا ممكن اللي يصير في السفير الكويتي ذاك الوقت هناك. كان يوسف العنيدي سفيرنا نعم. في طبعا الإيران. أنت تعرف الجزائر ذاك الوقت هي مع صدام، مع حزب البعث، وأنت من المناهضين له بحكم احتلال الكويت. أيوة. وأيضا أراء قبلها يعني. أنا رحت بتكليف رسمي من الله يرحمه الشيخ سعد وكان رئيس وزراء، على أساس أنه كان نقيب الصحافة الكويتية كان بالكويت مو قادر يطلع. فقال لي الشيخ سعد روح أنت كنقيب صحافة كويتية بالوكالة ولفوا الوطن العربي واشرحوا ما فعله صدام بنا. فرحنا كصحفيين كوفد صحفي كويتي، لفينا دول هذا شمال أفريقيا كلها، الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس، كذا، موريتانيا. وصلنا الجزائر وعقدنا تلك الندوة الشهيرة في حزب جبهة التحرير الجزائري، وكان حاضر حوالي 500 شخص من صحفيين جزائريين وأعضاء حزب جبهة التحرير الحاكم، حزب الحاكم. وفوجئت بالأصوات تتعالى، أنتم يعني لماذا ترفضون أن يضمكم صدام حسين وأنتم بلد صغير والعراق بلد قوي يجعلكم قوة؟ قالوا احنا ما عندنا مشكلة، احنا نتحد يعني، بس احنا كان وجهة نظرنا أنه بدل ما صدام يعرق الكويتيين احنا نريد أن نكوت العراقيين، أن الكويت هي اللي تضم العراق وتصبح الكويت الكبرى. استفزيتهم طبعا. استفزيتهم اولا، وبعدين الصراخ اللي استفزهم اكثر هو ما علقت عليه بعدين، انه انتم حاربتوا فرنسا 130 سنه وهي عايزه تخليكم فرنسيين، حضمكم للعالم الاول وتخليكم مواطنين في دوله عظمى، رفضتوا، حاربتوها 130 سنه، شو تبون احنا نوافق ننضم لدوله متخلفه دخل الفرد 80 دولار بالشهر؟ وكيف كويتي يرضى دخله 1000 دولار بالشهر مثلا، يرضى انه ينضم لبلد كان دخله حوالي 70 80 دولار شهريا؟